قول لي يا بن عيسى كيفاش القضيه ديال هذاك مسكين اللي غالباه المراه؟ واحد الراجل مسكين واحد داك المراه وغالباه كتعطيه على الراس. مرتاح؟ مرتاح زيد كيعيا مسكين هو كيخدم معاه في الغابه حطاب حطاب كيمشي لقط عويدات ويبيع لهذا شويه ولهذا شويه وكيديباني الوقت وصافي. وعاد ما يدخل المراه كتقول له هاد السير راه ما كيقادناش جيب هادي جيب هادي جيب هادي. داك الراجل مسكين تقهر تقهر زيد دابا المراه كيندير معاه كيرقد وكيفكر كيندير معاه خاصو يقيد شي وسيله باش يتفك معاه يقلب ليه على بلان قلب ليه على بلان باش يتفك معاه زيد. هو هي هذيك هو كيمشي لديك الغابه كيحطف بها فيها وحل البير. داك البير مهجور ما كيسقيو منه لا ناس لا حتى شي واحد خاوي في الغابه داك البير عب وحده. وقال هذا هو داك البير هذا هو البير اللي عيفكني مع ديك المسخوطه صافي يهنيني هذا هو اللي عيهنيني منها لا ما هنانيش منها هذا البير ما كاين اللي يهنيني عمر لي لا تهنيت عمري لا تهنيت زيد. هي هذيك كيمشي في الليل قعد هو وياها قال لها المراه الله يرحم الوالدين راه خصنا نتعاونوا انا وياك على الزمان غدا غتمشي تعاونيني غدا غتمشي تعاونيني ان شاء الله انا نجمع شويه وتشي شويه ونجيبو شويه مصيريف لا بقيت عب وحدي راه ما كيبان لي والو. قالت لي ما كاين مشكيل قالت له سيدي ولا الضالين الغد صبحو هو بات راقد باش كي خبر باش كي خبر المهم فيه الفرحه خصو يتفك معاه كيبانسي كيبانسي خصو يتفك معاه زيد. هيا هذيك لا غدا سيدي ناد هز الماتاريان ديالو هز الشاقور هزو الطويرفات هزو الزباره هو مال كي يدي الماء معاه داك النهار دار راسو ما داش الماء دار راسو نساه ووعدوا الغابه ووعدوا الغابه دخلوا بداو خدامين دخلوا بقاو خدامين هنا 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 قلع منا المراه جا العطش عرقوا عرقوا وقالت له الراجل راه جاني العطش قال نسينا الماء ايوا واش كنديروا؟ رانا قال لها رانا مقيد واحد البير يلاه نمشيو ليه نشربوا فيه نشربوا تما نجبدوا ميه نشربوا مشاو للبير تما غادي لحقوا البير يا سيدي قالت له فين هو البير؟ قال لها هو هي مشات باش عطل على البير ها هو حافظ صوارو خصو يتفك معاها زيد ها لحقت طلت على البير حتى من رجليها ويكركبها لتحت سيبها تهنى سيبها تهنى تمت هو داك البير فيه واحد الجن مسكون ما عرف شحال من عام داك البير ما مشى ليه شي واحد تمت هو دا شد هذاك الجن شقامها القطع القطع زيد قال لها اسكينة انا راني جن عاهديني ناخذك ولا نطلقك تهودي ولا نسيبك عند الجراف نهودك لجهه تموتي قالت له العهد تناخذك عم تطلقنيش نموت ما تهودنيش عند الفكرون ما تهودنيش عند الفكرون زيد شد هذاك الجن قالت واخذها بقات قاعده مع هذاك الراجل المسكين مشى بحاله مشى بحالته مسكين تهنى تهنى رحمه سيدي ربي وديتي السي بن عيسى زيد مشى بقى مسكين كيسرح على واحد السيد مقابل له واحد النعيجات سارح ما عليه ما بيه دازت واحد العام تا كيخلط عليه دابا داك الجن قهراته هي تا الجن عطاه حمارو تا الجن قهراته تا هو بقى خصو يهرب اكثر من داك الراجل تا هو بغى يسلت بغى يسلت كيقلب على بير خر تا كيقلب على بير خر زيد داك الجن قال والله لا بقيت مع المسخوطه شمتني غنطلع بحال هادشي داك الجن مسكين كيطلع بحالو من داك البير وهجر وتم غادي سارح غادي دالع مع الطري اليوم هنا هنا تا كيلقى داك الراجل سارح داك الراجل اللي دفع ديك المراه عاشافو عرفو الحق عدو قال له السلام عليكم قال له داك الراجل السلام داك الراجل قال داك الجن شكون انت؟ قال له انا نهار اللي دفعتي مرتك في البير انا رانا اللي شديتها قال له بسم الله الرحمن الرحيم لاكتي قال له انا رانا جن ورانا كنت في البير ملي دفعتي انا كنت معاك قال له داك الراجل بسم الله الرحمن الرحيم قال له دابا ما تخاف ما تدهش دابا رانا غنغنيك الا غناك الله قال له شحال خديتي ديك المراه من عام داك الجن قال داك الراجل شحال من عام وانت واخذها قال له 20 عام 20 عام وانا في هذيك الطاليه وانا في الطاليه قال له انا جن وخديتها عام وشهمتني وقريت قال له انا جن وخديتها عام وقريت زيد دابا قال له داك الجن رانا عنكرمك من التصبر رانا عنكرمك قال له اليوم رانا غنمشي لبيت السلطان غنسكنها اليوم في الليل رانا غنضرب ديك بيت السلطان وراه الفقيه اللي جا عندي رانا غنقتلو ما كاينه اللي جا نمحط معاه انا لا الفقهاء اللي جا رانا نجمع غنقمطو غنقمطو وانت دير راسك كتخرج جنون وجي وتعالى وقول لهم انا رانا كنخرج جنون رانا غنمشي نخرج داك الجن وانا رانا غنقول لهم لا بغيت نخرج من ديك بيت السلطان تياخذني هاد الفقيه الا ما خدنيش هاد الفقيه رانا ما خارج ما خارج ما خارج هاد ما نخرجش منها بنت السلطان ياخذها الفقيه ياخذها الفقيه ولا بدا ولا بدا ولا ما خارج ولا ما خارج انا من هذا هذا زيد ورانا لا وليت خرج من ديك بنت السلطان ومشيت ضربت شي واحد شي بلاصه اخرى ولا شي وحده راه ما تجيش عندي راه الا جيتي عندي راه نعرقد لك حتى ما نعرفكش ما نوليش نعقل عليك غيطرى لك ما طرى للفقهاء الاخرين ما طرى للفقهاء الاخرين زيد اي هذيك
مشى داك الجن ضرب ديك بالسلطان صافي بايتها كترنح. قال اسيدي جيب ارو الفقهاء ارو الفقهاء الفقيه الاول جابوا الفقهاء من دوك الدواور جيب هذا اللي جاي قمطو اللي جا كيجمع معاه زين رانا كذاك الراجل جا تهلا غدا تا ضرب شي 20 فقيه جمع معاهم عاد جا هو التالي الشربة ديال الفقهاء هو مسك الشربة ديال الفقهاء وهو مسكين جاي لابس على الهدارش لقاو حل المخزني في الباب قالوا بغادي قالوا تا لك الخارج جنون قالوا سير مسخوط سير حيد هذوك الجنون اللي لابسين كدر قالوا سير مسخوط الوالدين بحالك الفقهاء ما بقاش قسم كي دايرين جاو راه الناس جايين يلمعوا ومشاو عند الله ومشاو عند الله وتا جاي بهذا الهدارس لا قالوا خليني ندخل قالوا حل المخزني حيد خلي بو يدخل حتى هو يكمل حتى هو تجمع مع بوه خلي حتى هو يدخل ادخل لا قالوا زيد ايوا دابا السلطان قاعد حدا بنتو والناس كيطلوا والوزاره هو دخل على الهدارس كيقولوا الناس ديال الفقهاء كي دايرين ما خرجوش هربوه دار شي خرج هاد الجن دابا الفقهاء اللي جايين لابسين على بال ما بقى عاد تايا راه غادي يقول لك الجن دخلت قال له ما سيدي خليوني ندخل قال له هاي خلي بوه لا بغى يموت يموت يكمل يكمل زيد كيدخل اسيدي داك الراجل المسكين دوك الجن يلبس على الهدارش على حق دابا السلطان دا تسقفل على سيد الفقيه انا نخرج بشويه الله يرحم الوالدين على سيد الفقيه انا خارج امشي يلاه قال له خرج السلطان خرج الله يرضي عليك السلطان كيقول هذا فقيه مقشقش هذا هي 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 هاد مولي دارش مولي الجلالب وحقرناه مولي الجلالب كي دايرين ما خرجوش هاد السيد المسكين على هدارش والله ما هي بجلالب الله العظيم ما هي بجلالب زيد ايوا هي هذيك كيقول له الجن ها سيد الفقيه لا بغيتي نخرج خرج راه بشر اما هو اما هو قال له اسيدي تاخذ انت هاد البنت كيقول لهم الفقيه سمعوا اش كيقول هاد السيد هذا صمتوا الكلام ديال الجن كيقول له السلطان ها سيد الفقيه هيا خذها هيا خرج قال لي عهدنا قال له اعطيني العهد بالله تاخذك ديك بنت السلطان عاد نخرج اسيدي نديروا العهد قالت له هاك هالعهد قال له السلطان ضيع العهد عطاتو العهد يا وداك الجرا قال له رانا لا خرجت من ديك بنت السلطان وقول لي جيتي ليا رانا ما نرحمكش ما نعرفكش كايمشي بحال هاتو داك الجن شاق طاف لا ارتاحت رحمة الله داك الراجل حيد دوك الهدارش ولا هوك يدير والله بوكوس ناضي والله ناضي والفلوس فلوس البالغة تروى القندريسي عايش في القصر عايش العصر الذهبي متع متع رحمة الله ما نكونوا حنا ان شاء الله حنا ان شاء الله ويني ويني بلا جن هي هذيك السي عابر داز واحد 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 المدة هو داك الجن كيمشي لبيت الوزير جماعة بعبد الوزير الوزير قاشع كترنع مشى السلطان على الوزير قال له ودي الطفلة عندي راه ضربها جن قال له راه نسيبي كيخرجهم ويلي لا نسيتي بول هدرش ايه قال له نسيبي دابا هو نساوي قال له نسيبي راه كيخرجهم اصاحبي ويلي ما يفوتش معاه دقيقة قال له البلاصة تما ايوا مشى السلطان عاد نسيبو قال له نسيب قال له نعم قال له بيت الوزير راه ضربها جن قال له فين قال له راه ساكن قال له انا ما كنخرجش ديك الجنون اللي من اللي بعاد لا هو راه نبرع عليه يفوت الواد ليه ما تابعش لينا اه هو راه نبرع عليه زيد قالوا لا جيتي عندي لبلاصه اخرى انا نجمع مع امك ما نعرفكش ما نعقلش عليك زيد وقالوا داك السلطان سمع والله ما مشيتي معايا رديت بوك تسرح ناري الجن اللي بنتي خرجتيه وهذا ما عاد خرجيش يا داك جن وهذا جن بحال بحال يلاه نوض زيد قدامي زيد الراجل ما لقى ما يدير ما لقى ما يدير مسكين هو عايش عاد نسابو انت عارف اللي كيكون عاد نسابو خايب صاحب خايب كيكون مغلوب فايته فيا كيكون مغلوب كيكون مغلوب ما كيقدرش يهضر رحمه الله خويا ايوا داك الراجل صبعك تحت تحت سنانهم ما كيقدرش يهضر هو ساكن عندهم كياكل عندهم اش غايقول عاد سمعت صح الميت اش غايدير قدام غسالة والو ما يدير بغا يصيفطو بلا غسالة يصيفطو زيد ايوا هي هذيك ايوا لقيت غادي هو السلطان لقيت غادي وميت بالخلعه اش راه مبري عليه الجن قال لي راه ما نعرفك رانا قال له والله والحاجتي عندي تنجمع مع امك زيد هي هادي الفقيه غادي مسكين كيموت بالخلع اش نقول لهاد الجن راه مبري عليه على الحق يقتلنا ايوا على الحق حداه دابا لك على الحق عاد حدا الطفله قال له الجن ماشي قلت لك مسخوط باك ما تولي تجي عندي قال له صاحبي انا ما جايش نخرجك راه ما جايش عندك نخرجك المراه راه طلعت من البير وكتقلب علينا انا وياه امي يمتي قال له الله يرحم الوالدين انا خارج دابا لا لا الزهنه الله يفرق لنا بلادنا قال له لا الزهنه خاف دابا الجن يقعد تم يمشي الراجل يقول للمراه تعالي هو فين ساكن تخلط عليهم العطاك السيده اللي مسكونه اللهم يتهنى اللهم تهنى منه الله يحفظك ويرعاك